مع أصوات العصافير تسابق ميناء عبد الله محبوب طلوع الشمس بنشاط تداعب أوراق الشجر وتقتلع سيقان العلف لتطعم مواشيها كالمعتاد كل صباح برفقة أخاها الصغير في إحدى مناطق محافظة مأرب شمال المحافظة. ذهبت ميناء إلى وادي الفوى بالقرب من سد مأرب الذي انتشى فيه الحشيش منذ عام، ويعود ذلك لأسباب الحرب والألغام التي زرعت فيها منذ 5 سنوات من قبل جماعات الحوثي. بعد الانتهاء من العمل الذي أتت من أجله، عادت مع رفقة أبوها على متن سيارتهم إلى منزلهم في وادي عبيدة شرق مأرب، ومعها لعبة حديدية كروية راقت شكلها الجذاب ذات الألوان الرائعة لميناء. اسمي ميناء عبد الله إلي محبوب. رحنا بلاد رويشان، بغيت نروح نجيب لنا علف مفرع عندهم حق جنب مفرق السد، وحنجيت أسير بغيت علف ولقيت أنا هيابس ولا عاد عرفنا. يوم قلني أسير وأنا لقيت قدامي وأنا شليت ذي كاني لعيبة، إيه شكلها أخضر أسود وأحمر وأصفر وأبيض ملون صغير، وأنا شليت لعبت شوي في يدي دسيتها في جيبي، وصرت أنا جاي رحت البيت يوم المغرب، ولد عمي جاء ويا أختي وحملنا العلف وأنا ركبنا يوم في البيت، وأنا في الليل حطيت عند راسي ورقدت. في منزلهم الطيني ذات الطابع البدوي المأربي القديم وتحت عرش سقفه من الصفيح، كانت الفاجعة الكبرى التي لم تأبه لها الأم ما أتت بها بنتهم الشابة إلى منزلهم. ما إن أتى أخوها الصغير تركي مسرعا أخرجت لمياء لعبة الموت من جيبها كي تعطي أخوها الصغير كهدية، حتى أنفجرت بشدة كبيرة تطايرت شظاياها في زوايا المكان، أصابت الجميع وقتلت الطفل تركي. قلت لها وش ده اللي فيه دش؟ قالت لعبة عينتها. شلتها تقلبها، قلت أنا ممكن تقرح فينا، قالت ماشي فيها هي لعبة هي معينتها. تمام لحظة التلفزيون يوم الصبح وهي اندرتها وهي فيدها، قرش نزليبة وهي معها، رجعنا هناك عند العلب وهي معها، وجاء علي قالها وش ذا يا مينا شلها قلبها، قلت يا عيبة خاف تقرح فينا، قال لا يقولها بالله لعبة بغى يصير، قالت قلدك الله تجيبها. قبل الثاني تركي دفن احنا وهي الموتر وهي في جيبها، يوم قد احنا هنا وهي قعدت هناك، قلت لا أنا بنترويك حاجة يا تركي تقولها بتجيب لك فلوس، اندرتها وهي يوم تفجرت فيها. وبعد البنت ديك انقطعت كذا يدها، واحنا دوخنا وزهين زقتنا والولد هنيه، وديك الثاني عند الباب تركي مات، مين الصوبت امل الصوبت خالد فيه شوي هنا، انا الصوبت عبد الله الصوب. مات تركي واصيبت معه ميناء وخالد وعبد الله. بألم وحسرة تروي الام قصتها المؤلمة جراء الحادثة التي ألمت بها. أما الأب عبد الله حاول بكل جهده إخفاء موت تركي عن ميناء كون حالتها خطرة وتحتاج إلى هدوء نفسي كي تتخطي المرحلة من أجل رفع معنويتها، فهو يقول لها أنه سافر إلى السعودية كي يتلقي العلاج. هذا الحادث يعني مأساوي وكارثة في أسرة واحدة، وحسب ما قلت لكم هذه لن تكون الأخيرة وليست الأولى، سبقها أسرة آل القطيش وسبقها أسرة آل القحاطي وسبقها أيضا أسرة سليمان. حصد أرواح المدنيين وإرعابهم مشروع خبيث لن تتوقف عنه ميليشيات الحوثي في مأرب والجوف، فأعداد الإصابة والإعاق والقتل مرشحا للإزدياد بشكل مخيف، وأصبح شبحا يطارد الجميع. لقناة اليمن اليوم عبد العالم دحلان، محافظة مأرب.